الاهلي من وجهه نظرك اللي قدمها، وانا قلت انه الماتشات بتاعه الدوري طبعا الاهلي بينافس على البطوله اللي اعتاد ان هو يفوز بيها، البطوله المفضله بالنسبه له، و في نفس الوقت كمان بيجهز نفسه لبدايه مشوار افريقيا، البطوله ان شاء الله تكون النجمه العاشره ومعاها استعداد لكاس العالم. هل بتشوف انه عروض الاهلي مرتبطه بالشكل اللي هنشوفه للفريق في بطوله كاس العالم، ولا هذه نقره وتلك نقره اخرى؟ لابد ان احنا نفرق بين حاجتين، حسابات المدير الفني في نظرته للعيبه. يعني ممكن بتلاقيه مثلا بيشارك لعيب في مكان معين وهو حاطط في دماغه حاجه تانية خالص، وما بين ان هو عايز يعدي المباراه دلوقتي بتاعه الدوري وهو بيفكر في حاجه تانية زي ما بقول لك. يعني هو مثلا ممكن يغير في مراكز اللعيبه مش عشان الماتش اللي انت فيه، ممكن هو عنده حسابات تانية. وهو قال في المؤتمر الصحفي لأحد المباريات برضو أنا حاطط في حساباتي كأس العالم للأندية، الوقت قليل، وبالتالي هو بيعمل حساباته في نظرته للعيبة، دي قصة، وترتيباته للعيبة. إنما النادي الأهلي زي ما بقول لك إن هو بيتعامل دايما، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بيقول لك إحنا بنتعامل مع كل مرحلة زي ما هي، يعني كل مباراة بالنسبة لنا هي مباراة البطولة، هي مباراة الكأس. انما انت بتركز في المباراه، بتركز في اللي عندك، انما المدير الفني عنده حسابات، عايز اريح اللاعب ده، عايز ما اضغطش على اللاعب ده، عايز اكون عامل حسابي في حسابي ان انا هلاعب ده 45 دقيقه لان انا عندي كل اربع ايام مباراه مثلا. فهو بيبقى عامل حسابات انما ما تاثرش على الاداء في المباراه دي. وما ينفعش ان احنا نقول اصل الاهلي كان اداؤه مثلا متراجع في المباراه دي فاحنا نخاف على الاهلي من في مثلا في مونديال الانديه اطلاقا، مفيش اي هي ممكن يا خالد ناخدها في سكه ايه، حاجه تنور لنا الطريق قدام. يعني انا بشوف بعض السلبيات مثلا موجوده فابتدي اشتغل عليها قبل كاس العالم. احيانا بيكون قبل مباراه الاهلي مباراه مصريه في دوري ابطال افريقيا مثلا، وبتلعب مباراتين يعني بشكل متوسط في الدوري، فالناس بتقلق وبتلاقي الفرقه في افريقيا بتعمل حاجه تانية خالص. انا دايما بشوف ان مش مقياس اداء الفريق في الدوري خاصه النادي الاهلي قياسا بالبطولات، بالمباريات الكبيره. النادي الاهلي دايما قصه تانية خالص، قصه تانية في المباريات الكبيره. طيب. هو بس يعني التعليق على كلام خالد، حسابات بتبقى مختلفه خالص، الفكر نفسه بتاع اللعيبه والتركيز بيبقى مختلف عن بطوله عالم انديه، الدنيا كلها بتتفرج عليك، وضع مختلف، اجواء مختلفه. ويمكن اغلب اللعيبه اللي شاركت في كاس العالم للانديه لما تيجي تتكلم معاهم يقول لك لا وضع تاني خالص، جو مختلف. عارف انت الاتحاد الدولي لما بينظم برضو الموضوع بيبقى غير، يعني قصه مختلفه. لكن اللي انا وجهه نظري او اللي شايفه توصل التحكيم حاجات كتير، يعني تحكيم واجواء ملعب واخراج وحاجات كتير ماشي هنتكلم فيها. لكن انت الماتشات اللي فاتت دي المفروض تبين وبوضوح ان انا عندي بعض الثغرات، بضيع فرص سهله، بضيع وقت كتير من الماتش ما بستغلوش، ممكن ابدا ماتشات بشكل يكون مش حسب او غير اللي الناس متوقعه. فانا شايف ان دي فتره كويسه قوي مع اهميه الماتشات بتاعت الدوري تجهز ان انت تجهز نفسك. تمام. النقطه الثانيه عايز اتكلم فيها سريعا بقى عشان عايز انقل من كاس العالم. حاضر. النقطه الثانيه عايز اتكلم فيها ان الطموح ما ياخدش، ان انت بتلعب مع فرق مصنفه، فرق كبيره، فالناس ما يبقاش المردود سلبي. أيوة. يعني الله لا يقدر الاهلي ما وفقش وبتاع تلاقي الناس بتهاجم لا ده مش صح، انت بتلعب في كاس العالم. يعني انت ممكن تلاقي مثلا جماهير فرق تانية بتيجي تكلمك تقول لك انت خسرت مثلا مش عارف مين يا راجل وخرجت من كاس العالم. ايوه كاس العالم. عارف اللي هو انت 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 راجل واخد دكتوراه وبتعمل مش عارف ماجستير وبتاع، وتلاقي واحد مش عارف ياخد اعداديه فبيجي يعايرك ان انت ما خدتش الماجستير. انا مش عايز ده ياثر على كلمه الطموح بس يعني فلا انا مش عايز الناس تتاثر، كل واحد يبقى عنده طموح، المهم انه يقدر يحققه. بالظبط. فانا مش عايز الناس تتاثر باي نتائج. انت بطل افريقيا وصعد، مش بقول كده ان الاهلي مش لا انا متفائل خير ان الاهلي، لكن انا خلينا نتفق ان احنا مش محظوظين. يعني انا كنت اتمنى الاهلي يلعب مش السيناريو الافضل يعني اللي كنا نتمناه، مثلا بطل هيونداي بطل كوريا وبعد كده لاعب بطل امريكا وبعد كده يعرف يبقى عندنا في فرصه. ايوه لكن الموضوع هو انت اتخلقت للمهارات الصعبه برضه. يعني غنيه برضه اقول لك لا دايما أنا في البدايه قلت لك الاهلي يعني الناس يعني دايما انا بقول لك احنا مش يعني القرعه ما في اوقات كتير جدا في اوقات كتير جدا الناس بتقول لك لا الاهلي كده خلاص، وبتلاقي الاهلي هو بالظبط. يعني احنا يمكن لينا تاريخ في التاريخ في المواجهات مع البايرن قبل كده، يعني والماتشات بين الاهلي والبايرن بتبقى يعني المنافسه شويه رايحه هنا وشويه رايحه هنا، الدنيا مش بعيده قوي ولا ايه يا ابو علي؟